لما الراجل مننا يسمع شو هيدا حبيبي، واما برضو يسمع مالك يا راجل في ايه، ساعتها هيعمل ايه؟ ده بقى اللي هنشوفه في حلقة النهاردة. انتوا جايين وما ضايقين حدا المعصبين؟ لا عادي مستعجلين. ما هي؟ لا خالص. عم تشتت الدنيا برا؟ ايه؟ عم تشتت الدنيا؟ شوية. هو معصب كتير، عم خايفة منه. لا خالص. ليه شو في؟ كيف؟ ليه بتضل عم تضحك انت ليه معصب؟ لا مش معصب ولا حاجة. مش هيك انه بشوش؟ عم تضحكي ومعصب؟ لا خالص. منيح ابتسمت. ايه؟ منيح ابتسمت يعني، بتخايف على سنينك حلوين؟ المفروض نخش على الدكتور طيب. ايه؟ الدكتور. ايه هلا دغري بتفوتكم، يمكن بدك تعمل لها ابلكيشن او شيء. ايه؟ يمكن بتاخذك تعمل لها ابلكيشن، يعني بتاخذ منكم المعلومات. بركي عنده حساسية. مش انا. ما خصني، هي الدكتورة بتطلب، ما انا ابدا. انت مش طايقتيني. اتفضل يا استاذ، بس استنى معي الابلكيشن. مو مالي تعيش معي؟ لا سوف. أيوة. عليكم السلام، ازيك؟ تفضل. ازيك؟ كله تمام؟ تفضل. اسمك ايه؟ محمد. محمد؟ عندك كم سنة يا محمد؟ عندي 24 سنة. يعني انت خاطب ولا متجوز؟ انا خاطب. يعني اللي معاك برا دي خطبتك. طب بص، عامه انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش دكتوره. امال؟ والله العظيم يا دكتوره. امال احنا جايين نعمل ايه؟ ده برنامج مقالب. برنامج مقالب؟ وحياه ربنا. انتوا مخطوبين بقالكوا كتير؟ بقالنا سنه. هي بتثق فيك ولا لا؟ انا حاسه انها ما بتثقش فيك. مش واحده بتثق في راجل. عايزك تفضل طول الوقت طول الحلقه بتحب البنت اللبنانيه الحلوه اللي جوه دي، وبتحسسها كده ان هي اللي انثى وخطيبتك ولا حاجه. لحد مبرود شويه كده. انا عايزه اعصبها برد قوي، يعني مش هتعصب، مش هتضربك، مش هترمي الدبله في وشك. عصبيه الوقت اللي انت خرجت فيه ده، في نانيتا خرجت برضو اللي هي البنوته اللبنانيه، خرجت في نفس الوقت وسيبنا مراتك مع الكلاينتس جو. خطيبتك دلوقتي؟ سيبنا خطيبتك. فهي خطيبتك دلوقتي هتعمل ايه بقى؟ هتحس ان في حاجه غريبه بتحصل، وفعلا هيطلع في حاجه غريبه بتحصل. ايه يا نهار ابيض، اتشرفت خالص. بس هو ده اللي انا عايزاه. خدك بقى واحده في خدك وخلاص. حلو قوي كده. لا 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 لا. حلو كده. بص، في مرايه صغيره هناك، دي المدوره اللي على اليمين دي. بص بقول لك ايه، شفت فيلم اشعه حب؟ فاكره كان بيقول له ايه؟ كان يوسف وهبي كان بيقول له ايه؟ طب بلاش. طب هند رستم كان بتعمل ايه كده برضه يا سونا يا خاين؟ كده برضه يا سونا. انت بقى هتبقى الخاين النهارده. يلا يلا باي. ده انت فرحان قوي. يلا برضه. ده كريم بشرة. ده كريم بشرة؟ وانا مش بحطه ولا ايه؟ وانا بحط كريم بشرة كده؟ هو في لون اصلا كريم بشرة كده؟ هو في حاجة؟ قلت لك بس احنا ما تتكلميش مع المنفي. حاجة؟ هو في واضح انه في يعني. ليه مش شفت من المعرفش؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ انا اللي بكلمك على فكرة. ايه ده؟ فين يا بنتي؟ ما فيش. هو ايه اللي فين؟ طب اهدي بس، ما فيش. انا هادية على فكرة. ايه ده؟ ده من ايه؟ صوتك كتير عالي. مالكيش دعوه. انتي مالكيش دعوه. ما تتكلميش معايا. صوتك عالي. مالكيش دعوه. شو مالكيش دعوه؟ انتي مالك؟ طب اهدي. طيب انا صوتك عالي كتير. ايه ده من ايه ده؟ يا بنت من جوه كريم والله. من جوه؟ قوم بص على منظرك كده، على الكريم اللي انت مش عارف. ايه ده؟ مفيش حاجة. اتفضلي يا انس. اتفضلي حضرتك. من ايه بقى ده؟ يا
يا بنتي مفيش حاجة، ده كريم مش كريم جوه؟ كريم ايه اللي جوه؟ كريم ده من جوه؟ كريم من جوه. انت جيتي قلتي لي هي عند الابلكيشن وكده؟ ما هو المفروض كان بيند الابلكيشن، معرفش. خلاص جيبيله وراي. انت ماليش دعوة، انت مالك؟ بصي على نفسك الأول. طيب ممكن ممكن تفضلي، طيب عشان الدكتورة عندها مواعيد. طب روحي. اتفضلي اتفضلي. بعد كده وبعد كده لا يا دكتور حاجة تفضلي. اتفضلي ارتاحي ارتاحي. خرج خطيبي بره وبعدين رجعت لقيته وشه في روج، بيقول لي انت اللي حطيته له، وبعدين هي راجعه وشها بايظ خالص، هي كمان روج بتاعها. ما شفتش خطيبي حط روج ليه خطيبي؟ وانا جاي انا مش حاطه بايظ ومش محطوط له روج. ارتاحي بس وشوفي انا الموضوع ده ليه تاني. استني خليكي بس زي رنا. ايوه يا دكتور. لو سمحتي اندهي لي استاذ جهاد كده. نعم استاذ جهاد. استاذ جهاد. طبعا انا سالتها استاذ جهاد ما هي تعرف منين حاجه. هي اكيد عشان مخرجه واقفه وشايفه الكلام. بصي احنا استني احنا عندنا كمان. هو هيحط كريم في وشه ليه وهي نفسها؟ لا ما تخليش استاذ جهاد لو سمحت. بس الانسه المضمزه انت مدهتي له عشان يملى ابلكيشن صح؟ طيب ايوه بس الدكتوره ما حطش كريمين. لا مش عندي، ما ماليش ابلكيشن، عندي مال ابلكيشن بره. ايوه الكريم مش انت بتقولي انت اللي بتحطي كريمات؟ يا حبيبتي ما حطيتش كريمات والله. لو سمحت يا مستر جهاد شوف لي الكاميرات بسرعه وتعالى. حاضر. شكرا يا حبيبتي. انت مخطوبه له؟ ارفعي رجلك ارفعي. انت بقالك كتير مخطوبه له؟ سنه. طب انتوا واخدين بعض عن حب؟ انت محتاجه هنا كل ده غمقان وهنا تحت عينيكي. محتاجه بقى بعدين نعمل لك بوتوكس يرفع لك بقى. السيف هنا بيعمل غمقان غريب مش عارفه ليه. طب جربتي تحطي عليه زيوت مثلا طبيعيه قبل ما نبتدي كريم؟ مفيش اي حاجه جايبه نتيجه. واضح باين هنا وهنا. ماشي طيب. لا خليكي بس زي ما انت كده رايحه. في حاجه مش ظريفه حصلت خير؟ مش عارف اقول ايه يعني. اتفضل. في اتنين بره مش عارف واحد مراته باين الكاميرا من شويه كده. انا للاسف مش عايز ساعتها في اللحظه دي. عم مين الكلاينت؟ اثنين موجودين يعني. طب هاتهم لي هاتهم لي بسرعه. ارتاحي رايحه فين يا حبيبتي؟ بس خطيبي لسه. طب خطيبك ماله ومال الموضوع؟ ما هو انا خطيبي كان قاعد معايا زي ما قلت لحضرتك وخرج لقيت وشه غرقان روج، وبنت كانت قاعده جنبي لقيت وشها متلطخ روج لما رجعت لي تاني. انت قصدك ان اللي عمل كده ممكن يبقى خطيب؟ لا ما اعتقدش، ده مع واحده زي القمر يعني اكيد مش هيمشي. لا هو لما قام لقى روج هنا وعلى القميص بتاعه وهي كان وشها متبهدل الروج بتاعها بايظ خالص. انت خطيبك ما بيحبكيش؟ لا بيحبني طبعا. ليه شويه بتاعتهم لك؟ شوفي هي دي انت بتقولي عني انا هي دي؟ انا بقول عنك انت هي دي. اتفضلي 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 هنا لو سمحت من فضلك. لو بديك اطول شويه كنا حكينا بس لما بتقولي يعني انا هي دي انت على طول. انا خطيبي كان قاعد معايا تمام وخرج لقيته راجع مليان وش وهي كانت حاطه روج وشها بقى بايظ خالص صح؟ هو شو بعمل؟ انت خطيبها؟ انت بتحبها صح؟ انت تعرف البنت دي قبل كده؟ بنت دي؟ طب انت شايف انه ينفع تعمل حاجه زي كده في مكان محترم؟ انا رحت لحد هناك ما عملتش حاجه. انا رحت هناك وشفت الكاميرا. ده ايه؟ ده ايه؟ مفيش حاجه بس انا بقول لك والله ما عملت حاجه. يعني ايه والله ما عملت حاجه؟ انت بتقول لها ان انت دخلت عندي، انت دخلت عندي انا حطيت لك كلمات. ايه بتقول لحد حطيت لك كلمات؟ هي قالت لي ما بحبش انك تحطي كلمات غير هي. طب اقعد فين؟ اقعد فين؟ ولبس اللبس اوفر. اقعد فين؟ اما انت خطيبتي ليه لما بتعمل كده؟ في جنبي اوعى ايدك. ايه ده اقعدي؟ تعالي قالك اشتغلي لي. انا شفتك عملتي ايه؟ انا شفتك تعملي كده. خرجتي مصر حلوه. انت دخلتي انا واقفه 60 داهيه واسيبك زي بيتي. خربتي بيتي كيف؟ اوعى ايدك. ايه ده؟ اوعى ايدك. طب خلاص تعالي اقعدي معايا. اقعد فين انا؟ اقعد فين؟ اوعى ايدك بقى. اخرج بره اخرج بره وسيبها يا جماعه. خلاص تعالي. وش ستين داهية؟ خلاص بس تعالي. تعالي وين رايح؟ انت مالك انت؟ تعالي انت مالك؟ تعالي عندي. يجي لعندك فين؟ تعالي تعالي. اوعى ايدك. تعالي عندي. وش ستين داهية؟ طيب.
يا خيي بقى اتركها تصرخ، صرخي بقى تصرخي. شوفي والله العظيم همد ايدي عليكي. ايه والله همد ايدي عليكي. ليكي من اي قلق؟ طيب ما ينفعش. اوعى ايدك، اوعى ايدك، بقولك اوعى ايدك، اوعى ايدك. طيب انت هتعملي ايه؟ طيب وش دي ده يا مول؟ اوعى بعد انتي بقى اهلك بيه، ما تجيش تعربي. اوعى اتركها، اوعى يا خيي بقى اتركلي. انتي مالك بيه؟ ما تجيش تعربي. ليه 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 مجنونة؟ أنا مش هعمل نفسي بواحدة زيك. اه بقى باللي انت عملتيها. اه زيك انت. انت شو طيب؟ قولي بس. انت شو؟ قولي عشان ما تشد عليكي. والله العظيم وأنا بطلعك انت. والله؟ وريني نفسك. عيني. وريني نفسك. عيني. والله؟ ايه؟ شو جونجر انت شوفي؟ ما تخليش مديد عليكي. بجد؟ اه تسترجي؟ اه تشو بصير فيكي؟ تشو. هل صرخت بخفيف؟ اه وريني. اذا صار لا انا ممكن وريني. انا ممكن وريني. انا ممكن على فكره على احمد انت برد قوي على فكره بجد. انت مستفزه. مين يا ابو بيه؟ انت مستفزه. انت معايا ليه؟ لا اكيد انت ليك اهل اصلا. مش هيروح مايك على البيت. انت ما تمشيش يدك عليا. مش هيروح مايك على البيت. اي بنت مش فاكره بعد حياتي. انت مالكيش دعوه. اكيد مش هيعرف. انت مالك؟ انا مش قاعده هنا. مش حد يتصرف هنا. مش هيعرف. مش عايزه انا اقدر عشان لا اعملي اعملي معانا بقى موافقه عند المحضر بس خديها حلو. انت شايفه كده تقرب لك هي؟ ايه تقرب لك؟ خليها تضرب لك. ايه تقرب لك؟ ايه مفيش حاجه حصلت. ما تمدش عليا. طب بس ما تتقلقي ايدك اصلا انا جبت من ايدك عليا. انا بلحتي انت خطيبك مين يا ام خطيبك انت؟ فخطركك خطيبك مين انت؟ اضربيها احسن وانا واقف. اضربيها. اضربها. ايه يعني انت لازمتك ايه اصلا؟ انت بتحس نفسك راجل؟ اقولها لك بالمصري وانا بقدر ده ما بيعملوش كده يا حبيبي. كمان كمان. ما هي الراجل اوعى. ايوه راجل وستين راجل بقى. ايوه انت راجل صح صح اه راجل راجل مالكيش دعوه عشان هيك تركك مالكيش دعوه. اه دافع عن خطيبتك مش عنها. دافع عن خطيبتك بس مفيش حاجه حصل. مفيش حاجه حصل. هو انا مفيش حاجه. هو انا مجنونه؟ اه انت انا شيل ايدك. ايه انت مجنونه؟ شيل ايدك شيل ايدك. بقول لك اوعى. ايه ده بس؟ اوعى. مجنونه مجنونه. انا مجنونه. انت مالك؟ انت مالك؟ اوعى كده. اوعى انا اسفه بعتذر منك. خلاص اهدي اهدي بقى. انت قمر قمر والله.